بالنسبه للاسماك احنا عندنا اهمال، احنا عندنا بحر ابيض متوسط وبحر احمر وعندنا نهر النيل وعندنا بحيره ناصر، المفروض احنا نصدر بس احنا عندنا اهمال، عندنا اهمال في المزارع السمكيه. ولسه كان من قريب كانوا هدوا كم حوض سمك غير مطابق للمواصفات، فاحنا عندنا ثروه سمكيه كويس بس احنا ما بنشجعهاش. هو حضرتك المفروض ان سعر الدولار ده ما ياثرش على السلعه بتاعت السمك او غيرها، لان احنا عندنا، ما احنا في سمك عندنا بنطلعه من الميه بتاعتنا ومن البحور بتاعتنا، وفي سمك تاني بيستوردوه. يعني هو المفروض دلوقتي خلاص يستغنى عن اللي بيستورده ده عشان سعر الدولار ما ياثرش عليه. يعني دي حاجه في منتهى البساطه، الا بقى لو هو عنده هنا الحصاد اللي يحصده من السمك اللي بيطلعه من المياه بتاعتنا مش هيقدر يكفي الكم من المواطن المصري. وبعدين دي حاجه، ما دي اقل حاجه المواطن المصري بيقدر يجيبها ويستخدمها، يعني سعره قليل، فالمفروض ما يتاثرش بسعره، لان كده المواطن البسيط بعد كده مش قادر يجيب لحمه ولا فراخ بيقدر يخش على السمك، هيعمل ايه؟ فالمفروض ان هو يقفل سعر السمك بعيد عن زياده الدولار. الحل بتاعها ان احنا يعني واخد بالك نتقلها في كل حاجه ونشتغل يعني بيرضي الله، حياتنا كلها هتبقى زي الفل، واخد بالك؟ الدولار يرتفع ينزل، واخد بالك؟ احنا كل واحد يشد على نفسه شويه. خلي الدولار ده على جنب. ليه؟ لان احنا ما بنصدرش اسماك بره. ازاي هيترفع سعر الدولار؟ لان السمك ده احنا بنطلعه من المايه، ما بعضتك، واحنا اللي بتاع ده، فعشان كده السمك، واخد بالك؟ لان الصيادين قليلين جدا، واخد بال حضرتك، واغلبهم بيتقبض عليهم. فاحنا عاوزين الصيادين دي، واخد بالك، يدوم الحريه، واخد بالك، ويدوا لهم ويشجعوهم ويدوا لهم مراكب عشان يعرفوا يصيدوا، واخد بالك، وعشان لو اصطاد سمك النهارده، واخد حضرتك، ممكن يبيعوا باسعار قليله، ولو ما لقاش النهارده، واخد بالك، معاه كميه قليله مش هيعرف يبيعها الا هيبيعها بسعر غالي. فعشان كده احنا عاوزين الدولة تدعم الناس دي، تعمل لهم مراكب شراعية، تعمل لهم بتاع الصياد الشبك والصنار والحاجات دي، تدعمهم عشان الناس دي تعرف تنزل تصطاد سمك، والسمك ده هيعود على الناس الغلابة، بدل ما يشتري لحمة، واخد بالك، هيشتري مثلا كيلو سمك او 2 كيلو سمك ويقضي به اليوم او يقضي به